We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تشرفت بتلقي الدعوة من جمعية المصورين كذلك وافتتاح ورعاية اللي هو معرض المصورات العمانيات السابع. أعتقد مثل هذه الفعاليات أولا تؤكد على جانب أن المصورة العمانية كذلك تتنافس مع أخيها المصور العماني في ليس فقط في جمالية الالتقاطة ولكن كذلك تحدي اللي هو الخروج بأفكار جديدة. وكان أعتقد من بين الأشياء المطروحة الأجمل أن هناك ليست فقط التقاطات لوجوه وأماكن جميلة، بعض الالتقاطات تتحدث عن قضايا في المجتمع تتجسد من خلال الصور. فأعتقد أن مثل هذه المشاركات يفترض أنها تطلع كذلك من قالب فقط، وأنا حسب علمي أنه راح يتجول المعرض في عدد من المحافظات والمدن الأساسية فيها. ومن الجميل كذلك أن مثل هذه الأعمال ترتبط بمعارض ليست فقط خاصة بالجانب اللي هو التصويري، ممكن ترتبط بمعارض سياحية ثقافية وحتى في مجال الأعمال، لأن رجال الأعمال على حسب عملنا نحن كذلك يبحثوا عن الجانب الجمالي في الدولة كذلك، وعمان تزخر بكثير من هذه الجماليات تتجسد من خلال هذه الأعمال كذلك. فأتمنى للجماعة التوفيق وأتمنى كذلك الاستمرار، ومن المشرف كذلك أن نجد بعض النماذج من المصورات العمانيات وصل على صعيد الأقليمي وكذلك على مشاركة في الصعيد الدولي. فأتمنى لهم التوفيق، وهي أفضل رسالة كذلك لإيصال اللي هو إرثنا تاريخنا وكذلك طموح الشباب من خلال هذا التصوير الجميل إن شاء الله. يعطيك العافية إن شاء الله، شكرا جزيلا. المعرض ما شاء الله ترك بصمة جدا رائعة في الوسط الفوتوغرافي العماني. التصوير الضوئي في عمان يتطور بشكل متسارع، ولا بد أن هذا التطور يضع ويكون له أثر عالميا. أول شيء يضع لعمان مكانة عالمية في هذا المجال التصوير الضوئي، وخصوصا بالجانب النسائي المصورات العمانيات. هو نشر ثقافة عمان، دعم السياحة العمانية أكيد، وأيضا الخبرات العمانية الموجودة هذه ممكن تصدر أفكارها إلى الخارج ويجذب طبعا الانتباه إلى عمان والمرأة العمانية وتطورها في قيادة حكومة مولاي حضرة صاحب جلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه. وأيضا الحراك الفني في عمان يشهد تطور كبير، وهذا شيء محمود يدفع شبابنا من استغلالها في أمور تجارية في أمور تسويقية، وهذا شيء جدا رائع لشباب عمان وشابات عمان، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. معك راني ابن مسعود المقبالي، وأهلا وسهلا فيكم في معرض المصورات في حلته السابعة. المعرض شمل 45 صورة وما شاء الله يعني جاب إقبال كبير، يعني من لحظته الأولى يعني افتتحنا اليوم المعرض وما شاء الله الإقبال كبير. هذه صورتي اللي قدمتها في المعرض، سميتها بالسر، التقطتها في منطقة الهند، يعني في الهند في مدينة كالكوتا القديمة. هذه المدينة قديمة جدا، كانت تحت الاحتلال البريطاني، فمعظم البيوت والمنازل والمصانع الموجودة يعني أغلبها طابع قديم وطابع تراثي. يميز الصورة الألوان الموجودة فيها والخطوط والكلمات الموجودة باللغة البنغالية القديمة. الصورة الثانية هذه هي صورة للمصورة فاطمة الراشدية، التقطتها في مدينة اسطنبول. ما يميز الصورة الطابع المعماري أيضا الموجود فيها، وهي تندرج تحت قسم التجريد. سمتها انعكاسات لما يحتويها من النوافذ التي تعكس الصورة، وهذا الشيء اللي يعني أعطى الصورة يعني رونق أكثر في الصورة وتميزا.
اسمي بشار عبد الرحمن محمد العزري، جاءت مشاركتي هذه المرة في معرض المصورات السابع بصورة تجريد. اسم الصورة باب قديم، مستوحى من البيئة العمانية، التقطها في ولاية إزكي. عبارة عن باب قديم لمحل في قرية النزار. أشكر الجهة الداعمة من الجمعية العمانية للتصوير الضوئي لإقامتها لمعرض المصورات. شكرا. معكم مصورة ريم عبد الله سالم الوحشي من جامعة السلطان قابوس، علوم سياسية سنة ثانية. طبعا هذه مشاركتي الثانية في معرض مصورات العمانيات ولله الحمد. هذه طبعا شاركت بهذه الصورة اللي هي صورة بورتريه. أنا من يوم دخلت عالم التصوير وأنا أحب اللي هو صور البورتري، يعني تصوير البورتري اللي هو وجوه الأشخاص. لكن يعني حسيت يعني فترة كذا نوع من الفتور، كأنه حبيت أجدد في هذا ستايل، أدمج معه أشياء ثانية. فلما كنت أعمل تغذية بصرية على الإنترنت وأشوف يعني الصور، كانت وايد تجذبني الصور اللي فيها مطر، كانت يعني تحرك فيني مشاعر، يعني ما أعرف يعني أحاسيس ومشاعر تعطيني يعني كذا نوع من الإيموشن. فحبيت يعني أدمج بين النوع اللي أنا أحبه ستايل التصوير اللي هو البورتري وبين المطر. فصورت صورة البورتري هذه يعني من فترة، وفترة قريبة صورت صورة اللي هو المطر. طبعا هذا المطر من كانت لقطة عابرة، يعني مجرد لقطة عابرة من السيارة نحن وكذا وماشيين، فسبحان الله صادف يعني. وجربت قلت يلا خليني أدمج بين صورة البورتري وبين صورة المطر عشان أعطيها يعني إموشن أكثر وعاطفة أكثر وحاسيس أكثر. فدمجت معها صورة المطر. طبعا ليش سميتها أنا بنت الديم؟ كنت أقدر مثلا أسميها بنت المطر، لكن لو شفنا ستايل هذه البنت اللي هو اللثام اللي حاطت إنه على يعني وجهها، هذا يعكس اللي هو النمط العرب والبادية وغيره. فالديم هو اسم المطر عند العرب قديما. وطبعا أنا هذه الصورة شاركت بها قبل في مسابقة دولية، لكن للأسف يعني ما قبلت، فحسيت أني لازم أضيف لها شيء من هذا يعني المنطلق. أنا حسيت أن الصورة تحتاج إضافة يعني، فجتني فكرة هذه المطر. ولما بحثت في النت أكثر وأكثر حصلت أنه هذا النمط يسموه خلف الزجاج. فبس اسمي جهينة محمد طالب المعمري، شاركت بهذه الصورة بعنوان وحوش الجدار. هي الصورة التقطت في سريلانكا هذه السنة، بينت خوف طفلة فقيرة كانت وراء الجدار، سميتها باسم وحوش الجدار نسبة إلى الوحوش المرسومة على الجدار وخوفها منها. انطباعي كأول مشاركة هذه لي كانت مشاركة جميلة، شكر للجمعية لأنها تاحتنا هذه الفرصة واختيارها الجميل لجميع الصور. مشاركة سعيدة ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي شيماء سالم الجابري. هذه بالنسبة لي التجربة الأولى في المشاركة في المعرض. هذه الصورة التقطتها تقريبا من شهرين في تركيا. طبعا هي تعبر عن المشاعر والأحاسيس اللي تحس فيها هذه المرأة، وعيونها جذابة فهي تجذب المشاهد، فحبيت أشارك فيها كتجربة أولية. الجمعية العمانية للتصوير لها دور كبير في تشجيع الشباب في التصوير، وهذا الدور يشكر عليه صراحة، وأشكرهم وأتمنى لهم المزيد من المعارض اللي ممكن أني أنا أشارك فيها. شكرا. اسمي صفاء محمد علي البوسعيدي. هذه مشاركتي الأولى في معرض المصورات السابع أو معرض المصورات. صورتي هنا اسمها غقرية، اللي هي مصورتها في بيوت قديمة في ولاية أدم في الداخلية. صورة عبارة عن يعني بنت كانت فجأة مرة وغطي وجهها، يعني شو اسمه، إنه المنظر يوحي على إنها صورة قديمة. عطتني إيحاء إنها يعني كأنها حياة غقر أو حاجة كذا. وهذا باختصار. فاطمة ناصر وسالم الراشدية. هذه الصورة شاركت فيها في معرض المصورات السابع، كان لي مشاركات سابقة في معرض المصورات السابقة. الصورة استخدمت فيها تقنية تسمى ستاكينج، وعبارة أني أخذت عدة صور من نفس المكان وبعدين دمجتها مع بعض وعساس أني أحصل على مشهد كأن الناس تمشي مثل ما وضح عندنا في الصورة. الصورة أخذتها في محطة الأنفاق في لندن.
احب اشكر جمعيه تصوير ضوئي لانهم دائما يفتحون المجال ان احنا نشارك بهذه الصور، واستمرار معرض الصورات دليل على تقدم وتطور نتائج المصورات العمانيات، نتمنى لها المزيد من التقدم والتفوق ان شاء الله. هند محمد الحجريه، صورتي بعنوان وحده، هذه المره الثانيه اللي اشارك في معرض المصورات العمانيات. طبعا اهني المصورات العمانيات لان صار عندهم معرض خاص سنوي خاص فيهن، واشكر الجمعيه على المبادره الطيبه. يعني الجمعيه ما قصرت معنا، جالسه تدعم المواهب بكل الطرق، تسوي ورش وتعمل معارض ومسابقات للمصورين. يعني لولا الجمعيه ممكن نحن ما كنا واقفين هنا، وما كان حد عرف اسامينا ولا عرف عنا اي شيء. فالجمعيه هي خلتنا نسوي بصمه في عالم الفوتوغرافيا، ساعدتنا على ان كلنا لنا بصمه خاصه في عالم الفوتوغرافيا. صبحة مسعود حماد الخياري، هذا عملي قمت بتصويره في واحة المعرفة، عمل مفاهيمي تجريدي يوضح عمل الإنسان. هذه مشاركتي الأولى في معرض المصورات، وأحب أشكر جمعية التصوير، جمعية العمانية للتصوير الضوئي اللي تحتها لي الفرصة للمشاركة، وسعيدة جدا بأول مشاركة، وأحب أشكر جمعية التصوير وجمعية سلطان قابوس لصقل مواهبي. شكرا.